السلام عليكم، مرحبا بكم مع فيديو جديد. فيديونا اليوم غيكون على مدينة نيس. هذا الفيديو كان في الصيف ولكن يلا ساليت ندير له المونتاج. غادي نعاود لكم قصة مدينة نيس. نيس هي مدينة الموقع ديالها في جنوب فرنسا، موقعها الجغرافي على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين مارسيليا وجنوة. جنوة هي مدينة وميناء بحري كاين في شمال إيطاليا. نيس من مدن إقليم لي زالب دو لا كوت دازور. كتعتبر المدينه مركز سياحي رئيسي في البلاد وكتشتهر بالمصايف ديالها والشواطئ ديالها الجميله، وكيزورها الملايين ديال السياح كل سنه. فيها معالم سياحيه بزاف واسواق تجاريه معروفه، وكذلك اسواق كتحط يعني اسواق اللي شعبيه كتحط وسط فيو نيس اللي هي المدينه القديمه ديال نيس، ومشهوره بكثره المطاعم في هاد فيو نيس. في هاد المدينه القديمه ديال نيس كتلقى المطاعم فين ما درتي هكا في الاحياء، وهذا كتلقى المطاعم كتار وحاطين الكراسه والطوابل هكا على برا. المنظر ديالهم رائع، غادي تشوفوه في الفيديو في البلايص اللي تعشينا فيهم. بالنسبه للمدينه فيها مطار مدني اللي هو مطار كوت دازور، هادشي اللي كيخلي بزاف ديال الناس يجيو ليها مع المطار ديالها ما بعيدش قريب، وتقريبا ما خارجش بزاف على المدينه، يعني كيجيو لها الناس من باريس، كيجيو لها الناس من كاع فرنسا ولا كاع دول العالم. كيجيهم السفر ليها ماشي متعب، لان المطار ديالها راه كاين وسط تقريبا وسط المدينه، كتخرجي بشويه وكتلقاه ماشي بعيد بزاف. بالنسبه للاماكن السياحيه المشهوره في نيس، كاينه الكاتدرائيه ديال القديس نيكولا، كاينه ساحه ماسينا اللي هي ميدان كيعود التاسيس ديالو لسنه 1832 ميلاديه. فيها اماكن مخصصه بزاف للاكل والاسواق، وفيها بزاف النافورات والتماثيل في هذا الميناء ديال ماسينا، وفيها كذلك حدائق متنوعه غادي نشوفوهم في الفيديو من بعد. بالنسبه للوقيته اللي حنا كنا مشينا كان كورونا باقا كاينه، يعني تلقوه ديك الوقيته ديال الصيف. كان بزاف ديال الاماكن تاريخيه خصك تريزيرفي قبل، وكيدخلوا واحد العدد محدود ديال الناس، يعني كان صعيب اننا نشوفو كلشي. شنا البلايص اللي متوفرين وبلايص اخرين راه ما بعيداش علينا حنا بزاف. نيس كان ما كنديروش لها بزاف ديال الوقت، تقريبا عندنا ساعتين ديال الطريق بين اكس بروفانس ونيس. البلاصه اللي حنا فيها في اكس قريبه بزاف البلايص، قريبه لكان، قريبه لمارساي، قريبه لنيس، قريبه بزاف ديال المدن هكا في لاكوت دازور. يعني هي بالسياره كنديروا كاع لهاد الطراجيات اللي غادي تشوفوه من بعد معنا في الفيديوهات. هذه هي ساحه او ميدان ماسينا، كيكون فيها وصلات فنيه مشهوره بالنافورات اللي فيها والتماثيل اللي مصوبين بواحد الطريقه اللي فنيه، وفيها كذلك احياء اللي فيهم مطاعم كثيره. غادي تشوف معنا هاد الوصله الفنيه. اون ايساي اوغاد سي جولي لي ستاتيو كوم سا. Yes, the only one I ever call, you're in my heart again. It's not a word you never call me taxi. Kiss me back home before I am to die. I am to fall.
l'étoile. C'est un grand centre commercial. بعد ما بقيتو مع هذا الفاصل الموسيقي نكملوا المعلومات على نيس. نيس من المدن اللي كانت نقولوا مستعمرة أو محتلة من الألمانيين وكانت جزء من الحرب الإيطالية من سنة 1542 إلى سنة 1546، واللي حررها الفرنسيين بمساعدة العثمانيين وتحديدا السلطان العثماني سليمان القانوني. ولكن استمرت الحرب بيناتهم حتى سنوا معاهدة سلام بين فرنسا وهانسبورغ وهانسبورغ والعثمانيين في الكاريبي، وتم في نوافق الإمبراطور هانسبورغ شارل الخامس على الاعتراف بالفتوحات العثمانية الجديدة. فاش اكتشفوا أنه الدولة الإسلامية والعثمانيين اللي هم موقف قوي في هذه الحروب، طبعا كنفتخروا فاش كنسمعوا قصص بحال هكا أنه كان عندنا الصيت في كاع بقاع الأرض وكانت عندنا قوة اللي كل شيء كيخاف منها وكل شيء كيحترمها. للأسف هذا الشيء بدأ كيختفى مؤخرا لما ندخلوا في التفاصيل. المهم بالنسبة لنيس موقعها مزيان، يعني ما بعيداش، كاينه قريبة المخصي، قريبة لكان، قريبة الأنسي، قريبة الشاموني، وقريبة بزاف لموناكو. موناكو اللي هي دولة مستقلة على فرنسا، دولة بوحدها اللي كتعتبر أصغر دولة. درت عليها فيديو اخر مع نورمال مول، البلاصه اللي حنا كرينا فيها باش بقينا كنشوفوا نيس وكنشوفوا النواحي ديال نيس وموناكو، كانت بين موناكو ونيس يعني الفوق ديال موناكو. من بعد غادي تشوفوها في الفيديو الاخر باش ما نطولش هذا الفيديو بزاف. نخليكم مع التصاور ولي فيديو ديال نيس، يعني تقريبا عطيتكم اغلب المعلومات اللي ممكن تعرفوها على هاد المدينه، معلوماتها التاريخيه، معلوماتها السياحيه، فيها بلايص بزاف. يعني اي مدينه في فرنسا كتلقاو انه لي ريجيون ديالها كبار وفيهم بلايص بزاف فيهم ما يتشاف. ما يمكنش نجمع كلشي في فيديو واحد، يعني كنحاول نقسم الحوايج اللي وسط السونتر ديال المدينه كنحطو، والحوايج اللي كيكونوا في النواحي ديال المدينه كنحاول ندير لهم فيديو اخر مستقل مع البلايص السياحيه كثيره، خصوصا انه كاين واحد البارك كنا مشينا له ديال هاد المخلوقات البحريه، وداك الشيء كاين واحد في النواحي ديال نيس وكاين واحد اخر في وسط موناكو. هاد الشيء باش حاولت انني نقسم الفيديوهات وما نشارجيش في فيديو واحد كل شيء. غادي نتلاقاو من بعد في فيديو اخر اللي غيكون كيدوي على موناكو، نوريكم البلاصه فين كنا كرينا. بالنسبه للاثمنه كتبقى على حساب البيدجي ديال كل واحد، يعني كاين الغلا وكاين الرخا، يعني كل واحد كيمشي على البيدجي ديالو. كاين الفنادق اللي كتبدا من 30 اورو اللي هي نقولوا حنا 300 درهم مغربيه، وكاين الفنادق اللي المهم راه كتعرفوا واصله الاثمنه خياليه، وكاين حوايج اللي متوسطه في الثمن. المهم كل واحد كيبقى على حساب البيدجي ديالو وعلى حساب واش باغي. حنا اخترنا اننا ناخذوا ابارتومون اللي جات شويه الفوق ديال موناكو، يعني فيها واحد المنظر زوين كيشوف على البحر وهذا، وخدينا ابارتومون على حساب عاود ديفا باش تلقى فين دير لي بوزوان ديالها. يعني كان خاصنا دار اللي تكون فيها جريده هكا باش تحرك هي كي بغات، وما يمكنش نديوها للوطيل اللي نتوما كتعرفوا انه اغلب الوطيلات ممنوع فيهم انك تجيب معك لي شيان. داكشي علاش اختارينا اننا نشوفوا البلاصه اللي غادي حنا نرتاحوا فيها، وحتى هي كذلك ترتاح فيها مع جبناها معنا. غادي تشوفوها في التصاور في الاخر عيات مسكينه. المهم نخليكم مع الصور. Thank you.
من بعد فاش سالينا الدوره دزنا لاغالري رافائيل اللي واحد سونتر كوميرسيال كبير نيس فيها شي 3 ولا 4 لي سونتر كوميرسيال في ديك بلاص ماسينا اللي شفتو قبل. يعني الا بغيتي غير تبقى الدور راه غدوز نهار كامل غير في لي سونتر. بونجور مدام فافي alors vous impressionnez bonjour مختي تشوف نصور بزاف تلاهيت مع التقضيه وهذا. المهم خديت شنو خاصني وكملنا النهار مع 30 اللي هي تجربه ما عمري درتها. ما عمري سقت 30 الكتريك. يعني كيفاش كنا صغار هكا الا كان شي واحد عنده 30 كيعطيك تجرب مره وجوج ما عمري سقت زعما لا ما كنعرفش السوق لا بيكالا لا 30. كانت اول تجربه هادي يعني فاش لدرجه انه فاش قدرت نسوقها مع الكتريك ماشي هي هكا برجلك مانويل عجبتني ديك الساعه لصقت فيها مابقيتش كريناها كيتكراو بالساعه ولا النهار. ما عقلتش بالضبط الثمن شحال اللي كنخلص ما عقلتش بالضبط يمكن شي خلصنا شي 30 اورو خديناها يمكن نص نهار كامل وكانت تجربه زوينه. فرحت وانا كنسوقها بحال الدار الصغار يلا بديت كنتعلم كلشي. هنا في الاول راه كنت كنقول له شدي وحده انا ما كنعرفش ما عمري ركبت طونتين هكا الكتريك وما نعرفش نسوقها شدي وحده وانا نجلس هكا ناخذ شي قهوه بشي حاجه في شي بلاصه وسير ضرب دوره وعاود رجع. قال لي لا خصك تعلمي ضروري. قال لصقني تعلمني بقينا واحد الساعه ونص من وراها تعلمت. ايوا فاش تعلمت ما بقيتش عطيتها ليه وليت شديتها غير انا ولا كيقول لي واش تيكون خدينا جوج صافي دابا اللي عطى الله عطى انا تعلمت. ايوا صافي لصقت فيها وخليته هو كيصور. هاي كانت تجربه زوينه زعما يعني كنت كنشوف الناس كيسوقوها كنقول هادو كيفاش كيديروا ياخذوا ليكيليبر. انا عندي مشكل في حياتي ديال ليكيليبر حتى مع البيكالا هكا ما كنعرفش ناخذ ليكيليبر ديالي. يعني كنزيد شويه وكنبغي نطيح. هنا فاش عرفت لهادي صافي ما قدتني فرحه وليت غاده جايه ما شدنيش. وكانت هذه تجربه صراحه اللي زوينه.
هنا كنا بقينا بالليل باش نشوفوا المدينه كي دايره بالليل، يعني واحد لوشارم ديالها اللي في شكل يعني كيختلف شويه على النهار. ضربنا الدوره باش نشوفوا كي دايره الدنيا بالليل. هنايا كانت كورونا يعني ما كانش الناس بزاف، كانت الدنيا عامره ولكن ماشي بزاف مقارنه مع الايام العاديه مع الناس ديال نيس. كيقولوا ان نيس ما كتخوى لا صيف لا شتوى، ولكن مع كورونا ما كانتش السياحه كثيره بحال ديما. اما هاد الساحه كيقول لك كتلقاها عامره، يعني ما كتلقاش فين تدوز، وهذا كتلقى بزاف ديال الناس. غير مع كورونا كانت السياحه ناقصه، يعني كاع السياح اللي كانوا فيها الناس ديال فرنسا اللي ديبلاصاو لنيس، ماشي الناس اللي كيجيو من بلايص اخرين. وهنايا غادي نمشيو نتعشاو، من بعد صافي كيسالي النهار ديالنا اللي غادي نكمل فيديوهات اخرين البلايص اللي درنا في لي ريجيون ديال نيس والمناطق اللي شنا من بعد منهم موناكو. غادي تشوفوا فيديوهات اخرين باش ما نطولش، حاولت انني ما نطولش الفيديو بزاف ولكن غيجي طويل. مع فيه بزاف د الحوايج، يعني كتبيتكم تشوفوا زعما المدينه بالنهار وبالليل. وكان هذا الفيديو ديالنا ديال نيس. شكرا على المشاهده، نخليكم مع بقيه الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله على خير فيديو جديد، وبسلامه. Tiens le bébé. Allez.
Tout le monde, s'il vous plaît, aidez-nous, appelez-moi comme ça.